صباح الخير عليكم البنات. اليوم راح نعطيكم واحد الوصفه تاع لا سوب صحيه 100%. كما انا عندي نفسها في الدار والده سيزاريان. هاد لا سوب كيما نقولوا تصلح للجميع، واحد مريض في الدار كو سوا مرا ولدت ولا واحد اوبيرا ولا ما مليكم مليحه بالبزاف باسكو صحيه. دوك نوريكم واحد المكونات. هاد لا سوب انا نديرها سبيسيالمون ميم لي ياكلها يسمى يبرى باذن الله تعالى. بون نجوزو مباشره واش فيها، نجوزو لي زيبيس هما الاولين. انا واش ندير فيها، ندير فيها كميه تاع السانوتش كيما راه موضح هنا، ندير فيها عود قرنفل هنا على حسب الكميه اللي راح ديروها. هذا الملح، هنا عندي حبه حلاوه، عندي زريعه البسبس، عندي كمون. هادو بالنسبه لي زيبيس كل شيء هنايا كيما نقولوا حبه، ما نرحيهمش، نخليهم كيما راهم هكا باش نتحصل على النتيجه اللي راني حبتها. نجوزو دوكا مباشره للخضر. انا عندي هنا حبيبه بطاطا، عندي زوج عيدان كرافس كبار قطعتهم بهذا الشكل، عندي حبيبه بصل وربع سنين الثوم، عندي كميه تاع الجزر كيما راهو موضح، والكميه تاع الكورجات. بالنسبه للخضر ضيفوا واش تحبوا نتوما، اذا كاين بسباس ولا ضيفوا واش تحبوا نتوما. انا اليوم راح نديرها بهذا الخضر اللي متوفره عندي في البيت. انا اللي الحاجه اللي تهمني في هذا لاسوب هي هاد لي زيبيس، لازم يكونوا موجودين، وباذن الله تعالى كي تاكلوها ترتاحوا، سورتو اللي عندهم بروبليم تاع الكولا. وعندي كميه هنا تاع الزيت. دوك نجوزو مباشره على بركه الله طريقه التحضير. بون البنات دوك نجوزو مباشره لطريقه التحضير كما قلت لكم في الاول. بون درني الخضره تاعنا، نجيب لا كوكوت ولا القدره اللي راح نطيب فيها. اول حاجه نديرها فيها هي الزيت، عفوا ندير الزيت ديالي هو الاول كما راهو موضح هنا. الكميه تاع الزيت اللي درتها انا كما نقولوا حق فنجان، وما تخافوش ما راحش يبان باللي مزيت ولا او كونطرا، راح يتمد لكم بالنشابه. اذا كان عندكم زيت زيتون ديروا زيت زيتون خير. نديروا كامل الخضروات كما راهو موضح هنا. هنايا نحطوهم هكذا باسكو على بالكم باللي لا سوب نميكسيوها، دونك هنا صافي نحطو كلش هنايا مقطع. من بعد نرحيو هنا ندير نضيفوا الحبوب الزرارع اللي قلت لكم عليهم لي زيبيس، نحطهم هنايا ونجوزو مباشره نقليو الخضره هذه مليح باش كيما نقولوا تتشرب بنت بعدها باش نمرقوا. عندنا دوك انا نقليها بهذه الطريقه واحد دقيقتين حتى لثلاث دقائق نسمى باش تقلى لي بيان ونمرقوها مع بعض. بون بنات بعد ما تقلات لي الخضره بهذا الشكل قليتها مليح، انا هنا واش ندير، هاني ندير في الماء سخون باش نمرقوها بالسخون. دوك نوريكم الكميه تاع الماء اللي درتها انا هنايا. الا كنتو مزروبين كيما نقولوا حنايا تنجموا تغلقوا عليها في لاكوكوت، يسمى الخضره اللي درتها كامل ما عندهاش عمر. الا ما كنتوش مزروبين خليوها طيب في غردها. مرقتها بهذا الشكل باش يسمى ما نضلش اشاك فوا نمرق فيها حتى تسماطلي، مرقتها الا فوا. دوك الخضره هذه تزيد تطلق الماء ديالها، يسمى حبيت نطيبها مليح باش ننجم نرحيها ونتحصل على اون سوب ما شاء الله. نعطيكم ان كونساي، كاين بزاف نساء ولا بنات كي يطيبوا لا سوب ما يخلوش الخضره تاعهم تطيب الطيب مليح، يسمى يخلوها نص طيب، تقول لك انا خلي معليش راح نميكسيها. دونك هنا راح تحصلي على واحد النتيجه، تحصلي على واحد لا سوب شغل حرشه، ماشي هذيك لا سوب الليس اللي تجي بنينه. دونك هنا واش دير لا سوب تاعك شويه بكري خليها طيب باش تحصلي على نتيجه مليحه، هذا كونساي مني. ولا بوغ لي زيبيس انا بوغ مو ما ديروش فيها فلفل الكحل، علاش؟ باسكو سورتو الا كان عندكم مريض، هنا باش ديروا له حاجه صحيه 100%. وديروا الطريقه ديالي بالنسبه للتوابل لي زيبيس، انا درتهم حب علاش باش نتحصل على النكهه وعلى الفيتامين اللي فيهم. دونك هنا باذن الله تعالى راح تتحصلوا على واحد لاسو بزاف بنينه، جربوها وما تندموش ان شاء الله. دوك انا نغطيها عفوا نغلط معليش ديزولي، دوك انا نغطيها نخليها طيب ونتلاقاو بعد ما طيب. بون البنات انا طابت الخضره ديالي، طابت لي لاسوب كيما راكم تشوفوا هنا. دوك انا هنا نميكسيها. بون البنات طابت لاسوب تاعي، رحيتها بهذه الطريقه وقدمتها بهذه الطريقه اللي هي موضحه قدامكم، جات سوب ما شاء الله. برك نعطيكم ان كونساي، كي تكونوا راح تمدوا لاسوب للمريض ولا زعما نفسه ولا ما ديروهاش خفيفه بزاف، خلوها شويه خاطر علاش باش يشبع. يسمى كي ديروها خفيفه بزاف هنا راح يولي اشاك فوا يزيد، دونك هنا ديروها شويه ثقيله باش كي ياكلها يسمى بسلامتو وربي يشافي جميع المرضى وربي تاني يمد الصحه وطلع عمر المرض خويا. ديروها شويه ثقيله هكذا باش كيما نقولوا حنايا تشبع خير.
هذه هي النتيجه. قربت لكم لاكان باش تشوفوا كيفاش تحصلت عليها. هنا رشيتها بشويه عكريم الفوق باش يمد لي كيما نقولوا المنظر. هاي ديك لاسوب ديالنا درتها خاطره بهذه الطريقه. نتمنى تجربوها. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. ديروا لي جيم، بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء كما يقولوا فضلا وليس امرا. مرحبا بكم، صحه طولكم. سلام سلام.